أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحيينا مسكينا وأمتنا مسكينا وأحشرنا يوم القيامة في زمرة المساكين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين वो भी रहमत का यार हमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सग्विर दुनिया भी अयुनिना वो अज़िम जलालिका फी खुलुबिना वो वफिखना लिमरजातिका वो सब्बितना अला दीनिका वो तातिका वो मुहब्बतिका वो शौखिका वो इश्किका بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب